السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الرابع وهو يتم الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أمي، لقد سمعت اليوم في الصف أن زميلتي فاطمة أصبحت يتيمة، فما معنى ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليتيم يا مريم هو من مات أبوه وهو صغير، وقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما. ومتى مات أبوه؟ لقد مات أبوه وهو جنينا في بطن أمه. ما هو اليتيم؟ من مات أبوه؟ لماذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ لأنه مات أبوه وهو صغيرا. ما واجبنا اتجاه اليتيم؟ أن نراعيه. أن ماذا؟ أن نراعيه. هنا أرسم الوجه المبتسم أسفل السلوك المعبر عن الرحمة. طبعا هنا خطأ، هذا هو يدل على الرحمة، كذلك هذا أيضا يدل على رحمة لليتيم. أما هنا نقرأ الآية الكريمة ونستنتج: ألم يجدك يتيما فآوى. حفظ الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته، فسخر له من ماذا؟ هنا من يرعاه. من ماذا؟ من يرعاه. هنا ضع إشارة صح أم خطأ فيما يأتي. اليتيم هو من مات جده وهو صغير، هنا الإجابة خطأ. مات والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، هنا الإجابة صحيحة. قامت أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برعايته بعد وفاة أبيها، هنا الإجابة صحيحة. أجيب شفويا: ما السلوك الذي ينهانا الله تعالى عنه في الآية الكريمة؟ فأما اليتيم فلا تقهر، فيجب أن لا نكون ضد اليتيم ولا نراعي شعوره. هذا هو قول الآية. وهنا نقول لكم شكرا.